مشاهدينا حياكم الله ويانا من جديد في مسا دبي عبر سما دبي. يستعد مطار دبي الدولي المطار الدولي الأكثر ازدحاما في العالم لاستقبال المسافرين خلال فترة إجازة عيد الأضحى وموسم الصيف، حيث يتوقع أن يشهد ارتفاع كبير في أعداد المسافرين عبر جميع مباني المسافرين خلال الأيام القادمة. بنتحدث أكثر عن هذا الموضوع، ويسعدنا أن نستضيف السيد عيسى الشامسي نائب رئيس أول عمليات مباني المسافرين في مطار دبي. مرحبا بك يا أستاذ عيسى. مرحبا سهلا. يا مرحبا أستاذ عيسى، لو تحدثنا بداية عن احتفاظ مطار دبي الدولي في مركزه الأول، وذلك بوصفه أكبر مطار دولي في الساعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في العالم، وأهمية هذه الصدارة العالمية. طبعا فخورين جدا بالاحتفاظ بهذه الصدارة للعام التاسع على التوالي. هذا الإنجاز نتيجة هو نتيجة للتخطيط والتنسيق المتواصل والأداء المثمر من قبل جميع الفرق ومختلف الشركاء الاستراتيجيين، وهو ما يميزنا حقيقة كمجتمع واحد في مطار دبي. طبعا هذا التميز العالمي يحفزنا على بذل المزيد من الجهود وتسخير كافة الإمكانات المتاحة للحفاظ على هذه المكانة ومواصلة تقديم تجربة سفر الأكثر تميزا على مستوى العالم. نعم أستاذ عيسى، يعني شو معدل يعني النمو السنوي لمطار دبي الدولي، وكم يعني بلغت حركة المسافرين؟ معدل النمو مقارنة بالعام الماضي هو تقريبا 28%، وإذا قارنا النصف الأول من 22 بالنصف الأول من هذه السنة، كان المتوسط حركة المسافرين الشهرية خلال العام الماضي يتراوح بين 4.5 مليون إلى 5 مليون. بينما المتوسط في النصف من العام الحالي تعدل أكثر من 7 مليون مسافر شهريا. طيب احنا نعرف ان احنا ما شاء الله مطار دبي على مستوى الشرق الاوسط يعد اهم مركز جوي حقيقه، ومن افضل المطارات في العالم واسرعها نموا. استاذ عيسى، من المتوقع لديكم اي يوم راح يكون او يشهد الاكثر ازدحاما خصوصا في فتره عطله العيد؟ طبعا احنا المتوقع ان شاء الله الاستقبال ما يقارب 3.5 مليون مسافر من فتره ما بين 20 يونيو و 3 يونيو. 2 يوليو بيكون اليوم الاكثر ازدحاما، طبعا هذا تزامنا بيكون مع نهايه عيد الاضحى، حيث من المتوقع ان يتجاوز اجمالي عدد حركه المسافرين 305,000 مسافر. ما شاء الله. نعم جميل. أستاذ عيسى، لو تحدثنا عن الإقبال المتزايد على يعني زيارة دبي، وشو الإمكانات المسخرة أكيد لاستقبال زوار دبي؟ طبعا احنا هذه الذروات الموسمية يعني التجهيز لها أصبح عندنا شيء روتيني. طبعا عندنا خطط بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين نقوم بتفعيلها في أوقات الذروة، وبالطبع مثل ما ذكرت قبل يكمن سر نجاح هذه الخطط هو في التنسيق الدائم والمستمر مع جميع الشركاء الاستراتيجيين. كذلك هناك أيضا مجموعة متكاملة من التدابير والتسهيلات التي تهدف إلى تقديم تجربة سفر سلسة مريحة، من أبرزها البوابات الذكية التي تعمل على تسهيل إجراءات المرور في منطقة تدقيق الجوازات، وكذلك إمكانية إتمام إجراءات السفر عن بعد، بالإضافة إلى خيارات الخدمة الذاتية التي توفرها شركة طيران الإمارات عبر عمرها ثلاثة. أيضا تتوفر إمكانية إتمام إجراءات السفر من المنزل أو مكان الإقامة. طيب أستاذ عيسى، نحن نعرف أن ما شاء الله مطار دبي يعني نقول عنه بعد مرحلة التشافي والانتعاش هناك لاحظنا مؤشرات إيجابية حقيقة كثيرة، خصوصا في خلنا نقول الربع الأول من هذا العام، وأكيد راح تكون هناك أيضا مواسم وذروات موسمية أكثر ازدحاما إن شاء الله راح يشهدها على المتبقي من هذا العام. كيفية الاستعدادات الكاملة وإجراءاتكم لاستقبال المسافرين؟ طبعا هناك العديد من التدابير مثل ما انا ذكرتها بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين. احنا عندنا خطط مثل ما قلت نقوم بتفعيلها، التدابير المتكامله اللي تكلمت عنها قبل شويه اللي هي البوابات الذكيه، اجراءات تسهيل اجراءات السفر، تسجيل السفر عن بعد، امكانيه اتمام اجراءات السفر من مقام الاقامه او المنزل.
والعديد ايضا من الخدمات الاخرى. يعني نحن نشوف يمكن هذه السهوله موجوده اكيد في مطارات دبي، وكذلك السهوله من شركات الطيران. نحن نتكلم عن طيران الامارات، اي واحد اليوم يبغى يسافر ممكن، يعني كنت من الاهالي مناطق الشماليه ممكن تروح عمان تسلمهم الشنط هم يوصلوا لك، اذا كنت في دبي كذلك. نعم ممكن. نعم. اماكن خاصه لسهوله الاجراءات. نعم فيها سهوله. نعم. الاجراءات. اي نعم، طيران الامارات مؤخرا فتحت مركزين للتسجيل، واحد في دبي واحد في اماره عجمان. نعم. اللي في دبي هو في الاي سي دي بروكفيلد في مركز دبي المالي العالمي، والمركز الثاني في عجمان. نعم. طبعا هني يعني هذا يتيح فرصه للمسافرين، يعطيهم الامكانيه انهاء اجراء تسجيل السفر قبل 24 ساعه. الحين استاذ عيسى عاد نبغيك تنصح المسافرين اللي راح يسافرون في هذه الفترة، نقولنا العيد أو الإجازة الصيفية مع أبنائهم، شو النصائح اللي يعني تبغي تنصحهم أكيد لتسهيل إجراءات السفر؟ أولا طبعا مثل ما دائما نحن نذكر، التأكد من وثائق السفر، وزن الأمتعة في البيت، على المسافرين على الطيران غير طيران الإمارات وفلاي دبي الوصول للمطار قبل بثلاث ساعات. مسافرين طيران الإمارات يمكنهم استخدام مرافق التسجيل الوصول مثل ما ذكرنا المبكر، والخدمة الذاتية وخدمات الأونلاين أيضا لإجراء إنهاء السفر. المسافرين على طيران فلاي دبي ننصحهم بالوصول قبل أربع ساعات. من 12 عام فما فوق دائما ننصح باستخدام البوابات الذكية لتسريع عمليات مراقبة الجوازات، وأيضا ننصح باستخدام المترو إذا أمكن لتفادي الزحام اللي يحصل حوالين المطار. كذا نعم. يمكن استاذ عيسى ومريم يعني اليوم احنا اكيد تم اكيد الحجاج سافروا اكيد للسعوديه وان شاء الله يرجعون بالسلامه لاداء مناسك الحج، واكيد هنا راح يرجعون للدوله. هل هناك يعني في طرق معينه اكيد لازم يتبعونها، نصائح معينه تقدمونها ان شاء الله خلال عودتهم؟ ونحن نعرف دائما يكون هناك استقبال خاص لهم في مطارات دبي. نعم. في استقبال خاص، في تجهيزات خاصه بالحجاج. نعم، إذا نحن يعني دائما نتمنى التوفيق لكل فرق العمل الموجودة في مطار دبي الدولي، وأيضا نشكرهم على جاهزيتهم الدائمة، وشكرا لك السيد عيسى الشامسي نائب رئيس أول عمليات مباني المسافرين في مطار دبي، شكرا كثيرا. العفو، يا أهلا وسهلا. شكرا.